الوحش انت اليوم خطار يمي واول يوم لك يمي راح يجي نهار صديق تشذاب وريحه جواري بتكتب انت شنو اشتمن بس غلس اقول لك جلال انا حيدر وحش من الفطايس ما اشرد تريد هذا ريحه جواري بشردني ايش فيك السلام عليكم اس حيدر وعليكم السلام حبيبي هذا بعد ما طافت تسوي الوالد راح يموت لك تقولنا قوم قولوا ايش انا قوم هسه تقوم وما تقوم راح اتصرف وياك غير تصرف والله انت مو ملعين وغادي وانا اليوم راح اتصرف وياك غير تصرف اصرف لك يا يعني كل الارباح يا ستار يا ربي وحش زربه الوحش هيك احسن لكم